معنا سركيس تشوبريان وهو محلل أسواق عالمية في مجموعة إيكويتي جروب. مرحبا بك سركيس. لنبدأ من البيانات الصينية، ما هي الأمور؟ أهلا بك. ما هي البنود الأساسية التي رأيتها بالنسبة لمؤشر مديري المشتريات في الصناعات التحويلية؟ بالفعل أظهر المؤشر حالة من النمو، لكن هذا النمو ما زال يعتبر ضعيف جدا، وجاء هذا النمو بعد إعادة فتح الاقتصاد والذي تسببت في بعض التزايد في تحركات الموردين، وهذا ما أظهر حالة النمو. لكن في الحقيقة هنالك ثلاث بنود رئيسية ما زالت تظهر انخفاض الأسعار بالقطاع، جانب تسريحات كبيرة للموظفين، حيث أن هنالك ضعف كبير في الأعمال المتراكمة حتى بعد إغلاقات الاقتصاديات الكبيرة التي حصلت خلال الربع الأول من هذه السنة، لكن هذا لم ينعكس بالتالي على الوضع الاقتصادي الإجمالي في الصين. وبالتالي هنالك نلاحظ بأن البيانات الاقتصادية ما زالت تعتبر ضعيفة نسبيا. نعم نعم. لنتحدث أيضا عن موضوع أسعار النفط، ما هي المستويات التي ممكن أن نراها يعني، وهل عادت أسعار النفط لتأخذ أيضا البيانات الصينية من ضمن الأمور المهمة التي يمكن أن تستند إليها في بعض يعني في جزء من هذه البيانات؟ بالفعل بالنسبة للبيانات الصينية تعتبر محفزة نوعا ما لتحركات أسعار النفط، لكن بشكل عام لننظر الآن إلى التفاؤل الإجمالي في الأسواق المالية من إعادة فتح الاقتصاديات، وإعادة فتح الاقتصاديات هو الشيء الرئيسي الذي يحفز ارتفاع حركة أسعار النفط بعدما جاءت أيضا تخفيضات منظمة أوبك وحلفائها، وهنالك أيضا بعض الأنباء التي أشارت إليها بعض الوكالات والتي تشير إلى أن روسيا لا تمانع في إجراء اجتماع مبكر لمنظمة أوبك وحلفائها، وهذا دلالة على أن هنالك توجه نحو الحفاظ على تخفيضات أسعار النفط، وبالتالي من المحتمل أن نرى أسعار النفط تستمر بارتفاعها خلال الفترة المقبلة، لكن هذا الارتفاع أعتقد بأنه سيكون محدود بعض الشيء لحين تأكيد عودة نمو الاقتصاد العالمي بشكل جيد كما كنا نشهد سابقا. فمستويات حول $40 للبرميل الواحد بالنسبة للأمريكي الخفيف قد تكون هي الحد العلوي حتى هذه اللحظة لحين ظهور مستجدات اقتصادية وأساسية أخرى تحفز تحركات أكبر للأسعار. وكما ترى يعني سركيس الذهب حاليا عند 1741 دولار، ما هي الأمور التي تدعمه، وهل برأيك ربما استمرار برامج الدعم هي من ضمن الأمور التي يمكن أن تبقي الذهب فوق هذه المستويات؟ بالتأكيد أن برامج التحفيز الكبيرة التي تتخذها الحكومات حول العالم والبنوك المركزية محفز رئيسي لتحركات أسعار الذهب على المدى الطويل، فعلى المدى الطويل من المحتمل أسعار الذهب أن تستمر بالارتفاع بتحفيز من سياسات البنوك المركزية وكذلك ضخ السيولة الهائل من الحكومات حول العالم. لكن على المدى المتوسط أيضا أصبحت الاتجاهات صاعدة بشكل أقوى مما كانت عليه سابقا مع التوترات السياسية الداخلية والخارجية في الولايات المتحدة، وتحدث هنا أيضا عن العلاقات السياسية ما بين الولايات المتحدة والصين، فهي أمور مقلقة أيضا تدفع المتداولين لطلب الذهب كملاذ آمن وتحوط من هذه التوترات السياسية. أما على المدى القصير فهنالك طلب على الذهب مع بداية هذا الأسبوع نجده بالترافق مع توجه المتداولين لأسواق العائد المرتفع، فالذهب يتم استخدامه لخفض مخاطرة الاستثمارات في أدوات العائد المرتفع، وهذا ما يسبب طلب على الذهب، إلى جانب بالطبع الانخفاض الذي شهده الدولار الأمريكي والذي جعل الأنظمة قصيرة الأمد ومتوسط الأمد وطويلة الأمد بالنسبة للتداولات هذا اليوم باتجاهات صاعدة إجمالية. نعم. أيضا سركيس علينا أن نعرج على تحركات الدولار في ضوء هذه الاحتجاجات حاليا التي تشمل أكثر من ولاية وعودة أيضا إغلاقات شبه كاملة لولايات عديدة، كيف نرى الترابط بين هذين الأمرين؟ لا شك بأن هنالك ترابط واضح وهنالك انخفاض في طلب الدولار الأمريكي لهذه الأسباب، لكن في الحقيقة أرى بأن الدولار الأمريكي يتعرض لعمليات بيع أيضا بسبب تفضيل المتداولين للأصول مرتفعة العائد، فكما نرى رغم افتتاح مؤشرات الأسهم الأمريكية في عقودها الآجلة خلال الجلسة الآسيوية والأوروبية اليوم على انخفاض إلا أنها عادت لتحاول الارتفاع من جديد. بالنسبة لمؤشرات الأسهم الآسيوية كذلك والأوروبية بشكل عام فهي تخطو نحو الارتفاع
الارتفاع، وهذا كله يوجه المتداولين نحو الاستغناء عن العملات مثل الدولار الأمريكي والتوجه للأصول ذات العائد المرتفع، وبالتالي الدولار الأمريكي يتعرض لهذا الضغط الهابط، خصوصا مع التحفيزات الهائلة وطباعة النقد الكبيرة التي يقوم فيها الفدرالي الأمريكي. فكل هذه الظروف اجتمعت معا لتكون داعمة للانخفاض في سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل العديد من العملات الأجنبية. وأشكرك سركيس تشوبريان، أشكرك على كل هذه المعلومات.